واسمحوا لنا مرة ثانية مشاهدينا نرحب بالأستاذة الإعلامية المصرية الكبيرة سلمى الشماع. ست سلمى، يعني كل واحد فينا مر في ذكريات ما بينساها في حياتنا الإعلامية كمذيعين كإعلاميين وما بتنتسى يعني، وكل واحد لتلفزيونه في بلده إله كمان بصمة في حياته لا تنسى. فأنا راح أترك لحضرتك تحكي لنا عن التلفزيون المصري وذكرياتك معاه والسنوات الطويلة اللي قضيتيها في حياتك الإعلامية في هالاستديوهات الموجودين فيها. ست لنا، أنا يعني أولا سعيدة بالتجمع العربي ده، ويعني حاجة جميلة قوي إن احنا نكون مجتمعين، وفلسطين والأردن والعراق يعني حضارات يعني وحضارة مصرية يعني من فجر البشرية. فيعني متهيألي إنه البرنامج ده فيه كده يعني عبق الحضارة والتاريخ، يعني انتوا بتمثلوا مجموعة بلاد هي الحضارة والتاريخ. فيعني متهيألي إنه حاجة مهمة جدا إننا يعني يبقى في عندنا التاريخ ده، عشان واحنا بنتقدم لقدام بنبقى يعني أقدامنا ثابتة، واحنا حاسين بفخر، واحنا حاسين إنه احنا يعني نستطيع. يعني في بروجرام حلو قوي اسمه مصر تستطيع. ف يعني مصر تستطيع ليه؟ لانه وراها التاريخ والحضاره اللي يعني نورت الدنيا كلها. فاحنا نستطيع، فاحنا بيكوا ومعاكوا اكيد. يعني الحلقات اللي بيقدمها البرنامج الناس بتستناها، وفي دول مختلفة، دي حاجة جميلة جدا. يعني أنا بهنيكم، ويعني سعيدة بالتجمع ده. جميل. التلفزيون المصري اليوم تلفزيون رائد في العمل الإعلامي، تجربة كل التلفزيونات العربية أخذتها وتعلمتها من التلفزيون المصري. شو سبب الريادة هاي برأيك؟ الفكر، هو يعني الفكر هو اللي بيخلق التميز والريادة. لو في فكر انت يعني هتأثر في عقل ووجدان المشاهد، وهتقدر انه ترتقي بيه. انما لو ما فيش فكر هتبقى بتقدم شيء عشوائي، والعشوائية هتأدي العشوائية. أستاذة سلمى، طبعا شرف تواجد في برنامج بيت للكل، هذه القامة الإعلامية الفذة التي أعطت ما أعطت للتلفزيون، وخاصة في مجال الإعلام، هذه مهنة المتاعب والسلطة الرابعة في نفس الوقت، ونحن اليوم في زمن التقدم والتكنولوجيا والسوشال ميديا وهوس المتابعين والمشاهدات، ووقت الذي لا يفرق بين الإعلام الإعلامي أو الإعلامية وبين المشهور أو المشهورة. كيف اليوم ممكن أن نحدد خطوات لكل إعلامي واعد يتابع هذا البرنامج كي يستفيد من نقاط مهمة تفيده في مسيرته الإعلامية؟ ما هي أهم الركائز لكل إعلامي ناجح أو إعلامية ناجحة؟ هو يعني هي تركيبة من كل حاجة، يعني من أشياء كثيرة مهمة جدا. يعني أنا بدايتي كانت في جريدة الأهرام، طول النهار عايشة مع سيف ولي، أدهم ولي، صلاح طاهر، سعيد درويش، كل الرسامين العمالقة دول. وبعدين أنا كنت في الدور الرابع اللي فيه الديسك وفي صالة التحرير وفي الناس دي كلها، كلهم أسماء يعني تخض طبعا. وبعدين الدور الخامس كان ده بقى يعني لوحده حكاية، يعني ما بين إن أنا أبقى يعني فجأة كده أبقى قدام
يعني بدون ألقاب، بس هو الكبير العظيم نجيب محفوظ. الله يا سلام. أو برضو مش هقول ألقاب عشان يعني توفيق الحكيم، يوسف إدريس، يحيى حقي، زكي نجيب محمود، يعني حاجة، سناء البيسي، أسماء. يعني أنا كنت بمشي على طراطيف صوابعي علشان إنه يمكن أسمع يطلع لي بقى من مكتب من المكاتب دي صوت نجيب محفوظ بيتكلم مع يوسف إدريس، بيهزروا مع بعض، توفيق الحكيم مثلا بعصايته وهو. ومع الوقت بقت البيبان دي ممكن تتفتح لي كمان، فكنت بيبقى في حوارات صغيرة وطبطبة وبرافو دعم، طب يلا يعني في. فأنا يعني بجد طلعت في يعني في مجموعة من النخبة الثقافية الأدبية العملاقة، وأنا عمالة بشرب يعني باخد من ده ومن ده ومن ده، وبسمع وبشوف وبقعد مع الناس وبنتكلم، ودايما انا بسمع، وانا بسمع كويس قوي. فالعملية بالنسبه لي حطت يعني الواحد بيبقى وهو شاب طالع من المتخرج من الجامعه بيبقى في جواه حاجات كتير مفتحه، بس يعني هي مفتحه وبتستقبل. فالحاجات كلها دي اللي عندي دي استقبلت من يعني من عظماء.